سورة الروم آية اللي حيث طبنات. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب المحضرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما الذين كفروا قالوا به وكذبوا بني بآياتنا آي ذهنا ولقاء الآخرة آخرة لكل كذا فأولئك كواس في العذاب عذاب كدحديسة محضرون كل سوى حاضرين يوعي فسبحان الله ألن سهديسة حين وقتك تمسون عد كلبي سنيسان يوحين وقتك تصبحون عد صبحي سنيسان وله ألوحة وسقنا ذي الحمد مهد في السماوات سماوات كرحذو ذاهات إيو والأرض دلك وسبحان الله إيو كحرنته إيو وعشيا إيو وقتك قلب كينا على النزهة إيو وحين وقتك تظهرون الدهري سنيسان يخرج ألو كسو سارا الحي كالنول من الميت كالنت أيو كسو سارا وقتي ذا محيط الماما يا بشارة وقتي ذا محيط الماما وقتي ذا صلاة يخرج الله كسو سارا الحي كالنول من الميت كالنت أيو كسو سارا ويخرج الله كسو بحيا الميت كالنتنا من الحي كالنول أيو كسو بحيا ويحيي الله نوليا الأرض دلك بعد موتها لمشاذي ذكتب وكذلك سذا وكلأيا تخرجون أذنكنا لذين صبحنيا ومن آياته إلهي آيذه سوحا كمدأه أن خلقكم إنو إذن كابور من تراب عرحقت ثم كدبنا إذا مركاب أو إذن أبور أنتم أذنكو بشر بشر أما بالآدن آتهين تنتشرون أو في ذياء ومن آياته إلهي آيذه سوحا كمدأه أن خلق إنو إذن أبور لكم أذنك من أنفسكم من ففيالكهن حقوذ أزواجا حاسس لتسكنوا سيات وحاسسان إليها حاسسك حقوذ وجعل ألا وحويا له بينكم لحذين مودة كالقعيل ورحمة نحريس شو إن في ذلك أرنك لحذي سنوحا هذه لآيات آيذ لقوم تدأيئوا هذين يتفكرون أو فكريا أو إلهي آيذه سكو فكريا ومن آياته إلهي آيذه سوحا كمت خلق السماوات سماوات كابوريستو ذا إيا والأرض دولك إيا واختلاف ألسنتكم إيا عربيين إسخلافي دو ذا إيا وألوانكم مذبيذين إسخلافي دو ذا إن في ذلك أرنك دحذي سنوحا أهاتي لآيات آي ذا أيا أهاتي للعالمين أونك أي أسقناتين للعالمين ذاتك وحي قانا أي أسقناتين وعالمين ته ومن آياته إلهي أيديه سوحا كمد منامكم هرددين بالليل هبينك أتهرديسان إي والنهار مالين تبا إي وابتغاؤكم راذنتين أترادينيسان من فضله ألا ديراتي سأدوحك راذنيسان إن في ذلك أرنك دحديسان وحا أهاذي لآيات آيذ لقوم تدأيئوا أهاذين يسمعون وحمقليا ومن آياته إلهي آيذه سوحا كمد يريكم إنو إذن تسو البرق ديح البرق هلاع خوفا عبسي درتد وإذن عبسينا يؤي وطمعا رجو درتد وإن أدل رجيسان درتد إي وينزل إنو أل أسودجيو من السماء سمد حقيذا ما أنبيو فيحيي مركاسو أل كنو ليا به بيها الأرض دولك بعد موتها لمشذي سكذب إن في ذلك أرنك دحذي سنوحا أهذي لآيات آيذ لقوم دد أيئو أهذين يعقلون وحقرن يؤقل له حسبك